البيئة ممكن يكون لها علاقة بمرض السرطان. يعني يا توبي اللي انت بتقصده مثلا على اساس انه هي طالما ده اكتوبر الوردي، احنا نوعي كل السيدات اللي بتابعونا سواء كان في ولاية الخرطوم او خارج ولاية الخرطوم. عموما كل السرطانات هي متعلقة بالتعرض للإشعاع وتعرض للكيميكالز الكيماويات بالإضافة إلى قلنا التدخين فالكحول، فهذه أشياء كلها هي ممكن تزيد من ال أو يكون لها دور مهم شديد. يعني في الفترة الأخيرة دي مناطق التعدين العشوائي كثير من الشركات بتستخدم يعني الزئبق وبتستخدم السيانيد، دي كلها مواد في المناطق اللي فيها المصانع الأسمنت، برضو مواطن بيشكو قدر شو الحاجات ممكن تكون مؤثرة بصورة مباشرة وممكن تساهم في إنه تصيب بالسرطان. ليبيا نسبة كبيرة جدا جدا هي لها دور كبير في حدوث السرطانات، وبالتالي يعني هي لازم يكون في توعية، يكون في وقاية. حتى الان يعني حتى لو كان نساء او رجال وزول يعني مهنته او شغله في حتة معينة يطلب منه ما يواصل فيها لفترة طويلة، الناس تعمل وقاياتها، الناس حتى لو اضطر يغير الوظيفة بتاعته حتى يعمل احتياطات. فحتى في التصوير الإشعاعي في المستشفيات الناس بيلبسوهم الكود خاص معين عشان اي تعرض لإشعاع ممكن يكون هو سبب في حدوث سرطان. حتى لو ما سرطان الثدي عموما السرطانات هي يعني بالإشعاع بالكيماويات بيكون لها دور كبير في الإصابة بالسرطانات.